الآن ينضم إلينا الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة. مرحبا بك يا دكتور إسلام. أهلا وسهلا أستاذ محمد، مساء الخير وتحياتي لكل مشاهدينا الكرام. سعداء بانضمامك إلينا يا دكتور. كنا نتحدث في البداية أنه ربما تكون هذه الموجة من كورونا أقل فتكا، لكن الضحايا بدأوا يتساقطون والخوف بدأ يتسع نطاقه ليس فقط في الصين لكن في العالم بأسره. ماذا لديك لتقوله الآن عن هذه الموجة الجديدة من كورونا يا دكتور إسلام؟ تمام، احنا يعني كنا على شاشة القاهرة الإخبارية تقريبا من أسبوعين وقلنا إن ابتدت الموجة في الارتفاع وهي بتبدأ كالعادة من دول آسيا. احنا الأسبوع ده تسجل جوه الصين أعلى إصابات في يوم واحد منذ بدء الجائحة، تسجل 33 ألف إصابة في يوم واحد، وده طبعا رقم عالي نسبيا للصين نظرا لأن طبعا كان دايما عندهم إصابات قليلة. الحمد لله حتى الآن وزي ما توقعات كانت ماشية، الوفيات تكاد تكون مقاربة لصفر وفيات، فده أهم حاجة. دخول المستشفى برضه هناك قليل وفيات يا دكتور لأن لكن الصين بتمتلك ضئيلة للغاية طبعا. صفر إصابات. تمام، ففكرة الصفر إصابات أو المنهج السياسة الصحية اللي بتنتهجها الصين، أول ما بيبقى فيه ارتفاع في الإصابات بيعملوا إغلاق كلي، وده اللي أدى للمظاهرات وأدى للاحتجاجات اللي موجودة من الشعب، وخصوصا ان ابتدى يبقى فيه ضحايا اكتر من الاحتجاجات او مثلا صحيح من صحيح. الحريق اللي يعني نشأ يمكنني في أن أحكي الصين لك اكتر من وللمشاهد ضحايا الكريم قتل مثلا. لماذا تحديدا اليوم اندلعت احتجاجات، لأنه في مكان يشبه الحجر الصحي، مكان مغلق نظرا لتفشي الإصابات فيه، حدث حريق فلم يكن بإمكان سيارات الإطفاء أن تدخل بسلاسة ولا حتى بإمكان الناس أن يخرجوا بسلاسة لأن المكان مغلق محجور عليه. دكتور إسلام تفضل يا فندم. ده صحيح، وبالتالي الوضع أصبح الآن هل تستمر الصين في المنهج السياسة الصحية لصفر إصابات أم لا؟ ولكن لو رجعنا للوضع الوبائي لو كنا على السياسة الصحية والاقتصاد الصحي، إحنا شايفين الموجة بتعلى وابتدت تخش في ازدياد أرقام كمان في أوروبا، وده معناه إن إحنا حاليا في الشرق الأوسط بطريقة يعني الخريطة الإبديميولوجية هندخل احنا كمان في ارتفاع في الأرقام بإذن الله. هنستمر في ان يبقى في ممكن أرقام أو إصابات ولكنها تكون خفيفة إلى متوسطة مع انعدام بإذن الله الوفيات أو دخول العناية المركزة بسبب ذكر كورونا. المشاهد ده الكريم يا من دكتور ناحية بأسباب الإصابات توقعك هذا، كنا قد أشرنا إليها، أرجوك ذكر الناس بها. تمام. أول حاجة إن إحنا حاليا عندنا النسخة الأضعف من أوميكرون، وطبعا هو في نسخ كثيرة فرعية منها. حاليا الحمد لله النسخة الموجودة تصيب بإصابات خفيفة إلى معتدلة ولكن لا تؤدي إلى إصابات حادة بنسبة عالية. الوفيات من أوميكرون قليلة للغاية حتى الآن الحمد لله. لو اتكلمنا على مصر كمان تحديدا، إحنا الحمد لله مستوى التلقيح اللي موجود خلى بقى في مناعة جيدة لدى الفئات المستهدفة لكبار السن مصر وأطفال الأمراض وفي المزمنة معظم بالذات. العالم العربي ده لحسن الحاجات الحظ. الثانية. والعالم العربي برضو احنا الحمد لله يعني نقدر نقول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نسبة التلقيح فيها عالية، نسبة عموما الأشخاص الكبار السن اللي واخدين التلقيح تقارب 100% في معظم البلاد الحمد لله. فبالتالي الموجة هتيجي أخف، هي طبعا فقط إن البلاد كلها في الشرق الأوسط بتناشد ان بس لو في جرعه تنشيطيه اي شخص محتاج ياخدها خصوصا اللي فوق 65 سنه ان هو يبادر ان هو ياخدها حاليا، ولو اي حد برضو ما خدش لقاح الانفلونزا ياخدها عشان برضو احنا مش بنتكلم بس كوفيد، بنتكلم كوفيد وكل الفيروسات الموسميه اللي موجوده مع دخول الشتاء. فالتوقع جاي من كده الحمد لله، كمان زائد ان الموجه اللي فاتت كانت برضو الى حد ما الوفيات فيها شبه يعني نعم قليله تصل الى صفر في معظم الاماكن، فبالتالي هي كل موجة بتحصل الفيروس نفسه بيتحول للأضعف ونسبة التلقيح بتزيد، صحيح فبالتالي مستوى صحيح. ارتفاع الوفيات في تناقص موجة بعد موجة بعد موجة. فعشان كده كان في لكن يا دكتور توقعات حتى إسلام إن هذا الموجة ليس اللي مدعاة احنا ل فيها ممكن تبقى الموجة الأخيرة هذا ليس كوباء مدعاة وبعد كده تبقى موجات لإلقاء السلاح كمرض في موسمي. وجه هذا الفيروس رغم أنه أضعف كما تفضلت. يعني ينبغي أن نكون على دراية بأنه
الوقاية خير من العلاج حتى لو كان الفيروس في تحوره هذا حتى لو كان ضعيفا؟ طبعا، لان احنا عندنا فئات ممكن ما يقدروش يستحملوا حتى الفيروس ضعيف، يعني الفئات الفارنبل بوبيليشن اللي بيسموها الفئات الاكثر عرضه لتفاقم الاعراض، زي كبار السن واصحاب الامراض المزمنه والامراض المناعيه واللي بياخدوا ادويه مناعيه مثلا، هم ممكن فقط بهذا الفيروس الضعيف تتفاقم عندهم الحاله. صحيح. فاحنا بنقول ان منهج السياسه الصحه العامه محتاج يبقى ثقافه عامه عند الشعوب عامه، يعني زي شعوب اسيا، ان اول دخول الشتاء الناس كلها لو رايحه تركب مواصلات عامه اتوبيسات بيلبسوا ماسك، ده احنا محتاج ننتهجه. فكره ان في الشتاء يبقى السلام قليل، خصوصا السلام والاحضان يبقى قليل ما بين الناس، ده مهم جدا ان احنا نبتدي ننتهجه لغايه ما الموجه نفسها تعدي. التنظيف كذلك، فكره ان يبقى عندنا دايما وعي صحي بفكره التطعيمات الموسميه، سواء كان تطعيم الانفلونزا، سواء كان تطعيم كوفيد قبل بدايه الشتاء، وهكذا. دي كلها صحة عامة لو ابتدينا ننتهجها كل شتاء هيبقى عندنا نسب أقل، مش بس من كورونا، هيبقى عندنا نسب أقل من الوفيات الناتجة من صحيح. الفيروسات التنفسية، لأن احنا للأسف الفيروسات التنفسية بالعموم هي من الأسباب الأولى في دخول المستشفيات لكبار السن والأطفال تحت سنتين، خصوصا نعم ان احنا برضو دلوقتي عندنا الفيروس التنفسي المخلوي برضو عند الأطفال تحت سنتين. فده كله نفس المنهج الوقاية يسري على كل الفيروسات مش بس كوفيد. والله يا دكتور لو أن هناك وقتا كافيا لاستفضت معك في الحديث عن إجراءات الوقاية نذكر الناس بها، ولسألتك عن الفيروس المخلوي الذي يعني بعض الناس يشعرون بالذعر منه رغم أنه يعني ليس قاتلا الحمد لله. لكن لنا لقاء آخر دكتور إسلام إن شاء الله، الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة.